إسبانيا شمالا وصحراء لتبقى تتجمع تحت غير الاتحاد. وكيف يا تاريخ عادت الصحراء إلى حضن الوطن الحبيب؟ نعم، عدت إلى حضن مملكتي، شمسها لا تغيب إلى قلب عرش العلم. ضحى بالغالي والنفيس من أجلي. في سنة 1975 أعلن الملك الحسن الثاني عن تنظيم مسيرة خضراء لاسترجاع أقاليمه الصحراوية. متى بالضبط ومن أين انطلقت المسيرة الخضراء يا تاريخ؟ انطلقت في 6 نوفمبر من عام 1975 من إقليم طرفاية. أخبري الأطفال عن عدد المشاركين في هذه المسيرة. عدد المشاركين هو 350 ألف متطوع ومتطوعة، 10% منهم من النساء. وماذا عن الأسلحة التي حملها المتطوعون؟ أعلام وطنية، مصاحف، وصور الملك الحسن الثاني. إنها معجزة الزمن. أنا أخدودة الزمن ووثبة الحق وعبقرية الحسن. اروي ضمائي عن موضع المسيرة الخضراء يا تاريخ. الملك الحسن الثاني أبو الملك محمد السادس نصره الله ولد سنة 1928 بالقصر الملكي. سنة 1938 التحق بالمدرسة القرآنية بمدينة الرباط. 1949 حصل على دبلوم البكالوريا. 1951 حصل على دبلوم الدراسات العليا بالقانون. 1958 حرر إقليم طرفاية. 1961 حرر مدينة إفني. 6 نوفمبر 1975 أعلن عن تنظيم المسيرة الخضراء. 23 يوليوز 1999 وافته المنية بمدينة الرباط. تحية حب وتقدير للمغاربة الذين جعلوا قلبي من الإيمان. مسيرتي لا ولن تتوقف، سأفرجها لكل أحفادي وأبنائي. مسيرتي لن تنتهي، بدأت مع الأجداد وتزينت مع الآباء. مسيرتي مستمر بقيادة ملك هومان جعل شعاره التنمية وبناء الأمجاد. قسم مسيرتي الخضراء سيبقى في قلوب وعقول الأحفاد والأبناء. على تلامذة المستوى السادس والذين شخصوا لنا مسرحية بعنوان الصحراء المغربية. في دور التاريخ كان معنا التلميذ الرائع أيمن الرامي. تصفيقات حالة من فضلكم. وفي دور الطفلة الحلوة وكما أقول دائما ابتسام ابتسام. وفي دور الصحراء المغربية الطفلة التلميذة الحلوة آية الضوي. وتلامذة المستوى السادس تلميذات المستوى السادس أتتوا فضاء المسرحية. تصفيقات حارة أيضا. أما التقطير فقد كان من طرف الأستاذة خديجة الزريوي.